السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحديثنا في هذا اليوم في درس تفسير آيات الأحكام هي في قول الله عز وجل: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن ولا يسجدون. والمعنى هو بيان أحكام سجود التلاوة. وسجود التلاوة هي السجدة التي يسجدها المسلم سواء كان في صلاة أو في غير صلاة، إذا مر بآية السجدة، إذا مر بآية السجدة. ولا يخفاكم بأن القرآن فيه 15 سجدة، 10 منها مجمع عليه و4 مختلف فيها، والصواب أنها من سجدات القرآن و1 مختلف فيها. أما المجمع عليها فهي ما وردت في سورة الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم والحج والفرقان والنمل والسجدة وفصلت. وأما المختلف فيها فهي ما ورد ذكرها في سورة صاد وفي سورة النجم وفي سورة الإنشقاق التي ذكرتها قبل قليل وفي سورة العلق. والراجح من أقوال أهل العلم أنها من سجدات التلاوة. أما الموضع الواحد الذي لم يرد فيه دليل والخلاف فيه قوي فهي الآية من سورة الحج، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وهي الآية التي الثانية، لأن سورة الحج فيها سجدتان سجدتان. وبالنسبة لسجود التلاوة فضله عظيم، وقد ورد فيه نصوص عامة ونصوص خاصة. أما النصوص العامة فقول الله عز وجل: واسجد واقترب، وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: أعني على نفسك بكثرة السجود. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما سجدت لله سجد، إلى آخر الحديث. وأما الخاصة فحديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. وهناك أيضا جملة من الأحاديث في فضل سجود التلاوة، في فضل سجود التلاوة. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سجد للتلاوة. بالنسبة لحكم سجود التلاوة، أولاً أجمع العلماء على مشروعية سجود التلاوة، لكنهم اختلفوا في حكم سجدة التلاوة على قولين. القول الأول ذهبوا إلى وجوب سجدة التلاوة، وهذا مذهب أبي حنيفة وقول جمع من السلف، وهو اختيار أبو العباس تقي الدين بن تيمية رحمة الله عليه، وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد على أن سجدة التلاوة واجبة من الواجبات. القول الثاني ذهب جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والرواية الثانية عن الحنابلة، وهو قول إسحاق بن راهوية الحنظلي وقول داود الظاهري، داود بن علي، وقول ابن حزم الظاهري، إلى أن سجدة التلاوة مستحبة وليست بواجبة، مستحبة وليست بواجبة. من ذهب إلى وجوب سجدة التلاوة وهم الحنفية، ومن وافقهم اختيار أبي العباس، استدلوا بجملة من النصوص، منها قول الله عز وجل: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن ولا يسجدون. قالوا: الذم هنا لا يتعلق إلا بترك واجب، لا يتعلق إلا بترك واجب. وكذلك صيغة الأمر الواردة في قول الله عز وجل: فاسجدوا
لله واعبدوا، وقول الله عز وجل واسجد واقترب. والقاعدة الأصولية أن الأمر يفيد ماذا؟ الوجوب، يفيد الوجوب. قالوا فهذه الأحاديث، هذه الآيات الآمرة بالسجود، وكذلك الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها حديث أبي هريرة السابق، قالوا جميعها تفيد ماذا؟ الوجوب. وأما الجمهور وهو القول الراجح الذين ذهبوا إلى أن سجدة التلاوة مستحبة وليست بفريضة، أجابوا على ما ذكره أصحاب القول الأول، قالوا بأن الآية الأولى فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن ولا يسجدون، إنما هذا كان بسبب تركهم السجود إباء واستكبارا، إباء واستكبارا. ولذلك آية النجم هذه إنما لكونهم أبوا واستكبروا وعاندوا، فجاءهم الذم بهذه الطريقة. الأمر الثاني أن القاعدة الأصولية صحيح أن الأمر يفيد الوجوب، لكن إذا وجد صارف فإنه ينقله من الوجوب إلى الاستحباب، والصارف أي فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلقد سجد وترك. وكذلك الصحابة الكرام كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره كانوا يسجدون ويتركون، فدل على أن الأمر هنا ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب، فهو مصروف إلى الاستحباب. وقد جاء من حديث زيد بن ثابت قال رضي الله عنه قرأت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم سورة والنجم فلم يسجد فيها، وفي رواية فلم يسجد منا أحد. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ على المنبر سورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد، فسجد وسجد الناس معه، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يسجد عمر رضي الله عنه. المسألة الأخرى بالنسبة لسجود التلاوة، إذن الراجح ماذا هو؟ ماذا الراجح؟ قلنا بأن سجدة التلاوة سنة سواء كانت في الصلاة أو خارج الصلاة. بالنسبة للمسألة الأخرى فيما يتعلق بالتكبير لسجدة التلاوة، هل يكبر من رام سجود التلاوة أم لا؟ ثلاثة أقوال عند أهل العلم. فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يكبر في سجدة التلاوة لا في أولها ولا في القيام منها. القول الثاني قال يكبر في القيام، عفوا يكبر في السجود ولا يكبر في القيام. القول الثالث يفرقون بين الصلاة وخارج الصلاة، فإذا سجد في الصلاة كبر عند السجود، وإذا رفع لا يكبر، قالوا لأنه يعود إلى الصلاة. وأما إذا كان خارج الصلاة قال يكبر في أول الصلاة، وأما إذا كان خارج الصلاة فيكبر في أول السجود وفي آخر السجود. ولذلك المسألة فيها خلاف، والخلاف قوي، ولذلك لا ينكر على من سجد، على من كبر في أول السجود وآخره في الصلاة وخارج الصلاة، وعلى من لم يكبر، وعلى من فرق. ولذلك بعض العلماء ذهبوا إلى أن التكبير يكون في كل خفض ورفع، لما جاء من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه مع التكبير ويكبر كلما خفض وكلما ركع، وجعلوا حديث وائل قاعدة مضطردة في الصلاة أن التكبير يكون في كل خفض وفي كل رفع، والسجدة هذه شبيهة بسجدات الصلاة، ولذلك استحب الجمهور التكبير عند السجود وعند الرفع. بالنسبة لمن أراد السجود وهو خارج الصلاة هل يسجد من قيام بمعنى يقوم فيسجد، أم أنه يسجد على الحال التي هو عليها يعني وهو قاعد؟ ذهب الحنابلة وهو قول بعض متأخر الحنفية ورواية عن الشافعية،
وقد اختار هذا أبو العباس ابن تيمية رحمة الله عليه أن الأفضل أن يقوم من أراد سجود التلاوة في غير الصلاة ثم يهوي ساجدا، الأفضل هكذا قال. أما الشافعي رحمه الله تعالى فقال لم يثبت في القيام لسجود التلاوة حديث، والراجح هو قول الشافعي ومن وافقه من أئمة السلف رحم الله تعالى الجميع. المسألة الأخرى، هل يشترط الطهارة وبقية شروط الصلاة لسجدة التلاوة؟ ما هي شروط الصلاة؟ منها الطهارة، ومنها ستر العورة، ومنها استقبال القبلة، فهل تشترط لسجدة التلاوة كما تشترط للصلاة؟ ذهب جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ووافقهم جمع من السلف إلى أنه يشترط لسجدة التلاوة كما يشترط للصلاة من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة. وقول الثاني ذهب ابن حزم الظاهري، ومذهب أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إلى عدم اشتراط الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة لسجدة التلاوة، وهذا هو مذهب الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومذهب الشوكاني رحمه الله تعالى، وهو قول ابن عمر واستدلوا إلى أن سجدة التلاوة سجدها المشركون والجن والإنس والمسلمون. فحينما أنزل الله قوله جل وعلا في آخر سورة النجم ما بقي إنسي ولا جني إلا سجد، إلا رجل واحد أخذ حصباء ووضعها على جبهته وقال لا يعلو أستي جبهتي، فأهلكه الله. والمقصود بأن سجدة التلاوة ليست بصلاة، بدليل أن المشركين سجدوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله تعالى يقول إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمقصود بأن الراجح من قولي أهل العلم ما ذهب إليه ابن حزم وشيخ الإسلام، وهو مذهب ابن عمر رضي الله عنه، وهو قول البخاري وقول الشوكاني، واختيار جمع من مشايخنا المعاصرين، ذهبوا إلى أن سجدة التلاوة لا يشترط لها ما يشترط للصلاة. وعليه فلو كان الإنسان إلى غير القبلة ولم يستطع التوجه إلى القبلة سجد، كذلك إذا لم يكن متطهراً ويقرأ من حفظه فإنه يسجد، هذا الذي يظهر أنه الراجح والله تعالى أعلم. بالنسبة لما يقوله من يسجد للتلاوة، هل هناك ذكر خاص لسجدة التلاوة؟ قولان لأهل العلم. الأول قالوا بأن سجدة التلاوة ليس لها ذكر، ولذلك سئل الإمام أحمد فقال أنا أقول سبحان ربي الأعلى، يقول أنا أقول سبحان ربي الأعلى. وذهب بعض العلماء إلى أن لها ذكر زائد على قول سبحان ربي الأعلى، وما ذكروه أحاديث ضعيفة محتملة للتحسين، محتملة التحسين، منها ما ورد من الحديث الذي في السنن سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. وهذا الحديث مروي بإسناد صحيح عن علي، لكنه في غير سجدة التلاوة، وإنما في سجدات الصلاة، في سجدات الصلاة، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، وجاء في لفظ فتبارك الله أحسن الخالقين. والحديث الآخر ما جاء من حديث ابن عباس أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني رأيتني الليل وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة، فسجدت وسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. ولذلك قال في الحديث يقول فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم سجد وقال هذا الدعاء، والله تعالى أعلم بالصواب.
بالنسبة لسجود التلاوة خارج الصلاة يتوجه إلى القارئ، يتوجه إلى القارئ، وهل يسجد المستمع؟ هل يسجد المستمع؟ قولان لأهل العلم. القول الأول قالوا يسجد المستمع ولو لم يسجد القارئ، يسجد المستمع ولو لم يسجد القارئ، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، وهي رواية عن الإمام مالك رحمه الله رحمه الله. ولذلك قالوا بأن المستمع يسجد. لماذا؟ لأن من استمع إلى القرآن فله أجر القارئ، فله أجر القارئ، وإذا لم يسجد القارئ فلا يسقط السجود عن المستمع، ولذلك قالوا يسجد مطلقا. القول الثاني وهو قول الإمام أحمد والرواية الأخرى عن الإمام مالك قالوا لا يسجد إلا إذا قصد الاستماع، لا يسجد إلا إذا قصد الاستماع. وحديث ابن عمر قال يقول ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدا موضع لجبهته أو موضع جبهته، فدل هذا على أنهم على أن المستمع يسجد كما يسجد القارئ، وإذا لم يسجد القارئ سجد المستمع. من المسائل المبحوثة في هذا الباب السجود في أوقات النهي، وهذه مسألة خلافية ترجع إلى أصل المسألة، وهي ما حكم الصلاة في أوقات النهي؟ قولان لأهل العلم، والراجح من قولي أهل العلم أن الصلوات ذوات الأسباب تصلى في أوقات النهي، كتحية المسجد وركعتي الطواف والصلاة المقضية وسنة الوضوء وغير ذلك. وبالنسبة لسجدة التلاوة يسجدها القارئ والمستمع في أوقات أيضا النهي. من المسائل التي بحثها الفقهاء في هذه في هذا الموضوع ما يتعلق بتجاوز القارئ سواء كان إماما أو غير أو رجلا يقرأ أو إنسانا يقرأ سواء كان رجلا أو امرأة، أن يتجاوزوا سجدة التلاوة. كره جماهير أهل العلم للقارئ سواء كان إماما أو منفردا أو كان في غير صلاة أن يتجاوز سجدة التلاوة حتى لا يسجدها، كرهوا ذلك. لماذا؟ قالوا لأن المسألة أولا فيها خلاف، والخلاف قوي، منهم من يوجب سجدة التلاوة ومنهم من يرى سنيتها. الأمر الآخر أن في سجدة التلاوة أجر عظيم وثواب كبير، فما ينبغي تجاوز أو تعمد تجاوز سجدة التلاوة. كذلك من المسائل المبحوثة في هذا الباب ما يتعلق بسجدة التلاوة التي تكون في آخر السورة، في آخر السورة. ما هي السور التي في آخرها سجدة التلاوة؟ الأعراف، النجم، اقرأ، العلق هي. طيب غيرها؟ طيب هذه السور إذا مر بها الإمام أو المنفرد أو القارئ هل يسجد أم يترك السجدة؟ أم يكون يعني يمر يسجد أم هو مخير؟ يعني إذا قرأها هل يسجد أم يترك؟ ذكر العلماء ثلاثة أحوال لمن مر بالسجدة في آخر السورة. قالوا الحال الأولى أن يسجد ثم يقوم فيصل بها سورة أخرى ويركع بعد ذلك، وقد فعل هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سورة النجم، لما قرأ سورة النجم سجد ثم قام فأتى بسورة أخرى كأن يأتي بقل هو الله أحد مثلا ثم يركع ويكمل صلاة. الحالة الثانية أن يسجد ثم يقوم ويكون قالوا أن يركع. الحالة الثانية أن يركع ولا يسجد، يعني يترك سجدة التلاوة في آخر السورة، أن يركع ولا يسجد. قالوا ويجزئه عن السجود، هذا الركوع يجزئه عن سجدة التلاوة. قالوا لأن الله تعالى عبر عن السجود بالركوع
واركعوا مع الراكعين، ولذلك قالوا يكفيه الركوع. الحالة الثالثة أن يسجد ثم يقوم ثم يركع من دون أن يقرأ شيئا من القرآن، من دون أن يقرأ شيئا من القرآن. وبعض أئمة المساجد وفقهم الله يراعون أحوال المصلين خلفهم ويشكرون ويؤجرون على ذلك، فإذا كان معهم كبار السن فإنهم يلاحظون ويراعون هذه المسألة خشية المشقة بمن خلفهم، وهذا لا شك بأنه من الفقه. هذه بعض المسائل المتعلقة بمسألة سجود التلاوة. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما. الآن نأتي إلى أسئلتكم. بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: ما هو الضابط للتعامل مع المبتدعة الذين يعاندون بغير علم؟ الضابط في هذا هو إذا كنت تمتلك أدوات المناظرة والمناقشة والمجادلة وعندك الأهلية في ذلك، بحيث أنك متأهل، لديك رصيد علمي ومعرفي وأيضا قدرة على النقاش والحوار، تعدلهم بالتي هي أحسن وتضع عندهم في نفوسهم الحق وتمضي ولا تعيد، لا تعيد. أما إذا كنت لا تمتلك أدوات الجدال حتى لو كنت طالب علم، لأن يعني ليس كل طالب علم يصلح للمناظرة، فتجتنب مناظرتهم ومجادلتهم. يقول: كيف أفهم الآيتين أفلا يتدبرون القرآن وقال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس وأيضا قال رب إلى آخر؟ هذا يحتاج إلى يعني درس كامل، وكان لنا دورة قبل فترة في تدبر القرآن، فلعلك تراجع التسجيل. طيب، الأخ اللي ذكر أثر سليمان بن عبد الملك، جزاك الله خير، شكر الله، ذكر الإحانة. طيب، يقول: أنتظر أبنائي يوم الجمعة وأذهب إلى الصلاة قبل الصلاة بعشر دقائق، وعند الدخول أتقدم إلى الأمام لوجود فراغات بين المصلين في الصفوف وأجلس، هل آثم في تخطي الرقاب؟ أطلب نصيحة للذين يجلسون في المقدمة ويجعلون فراغ كبير. بالنسبة لتخطي الرقاب منهي عنه، ومن أهل العلم من ذهب إلى الكراهة وهم الجمهور، ومن أهل العلم من ذهب إلى التحريم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل: اجلس فقد آذيت وآنيت، وأذية المسلم محرم. لكن يسقط إذا كان المصلي قد ترك فراغا أمامه، يسقط هذا الأمر، ولذلك للإنسان أن يتخطى الرقاب إذا كان يريد أن يسد فرجة في الصفوف الأمامية، لكن عليه أن لا يرفع قدمه وإنما يربت على ظهر المصلي، أو يعني ينبهه حتى يفسح له ولا يرفع قدميه على رقبة المصلي. وأما النصيحة فأنا أنصح كل إخواني الذين يبكرون في الذهاب إلى المساجد أن يتقدموا إلى الصفوف الأولى وأن يسدوا الفرج، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا. وأنا أعجب العجب كل من أناس يبكرون في الذهاب إلى المساجد ويتأخرون داخل المسجد أو يفرطون في الصفوف الأمامية، وهذا أمر حقيقة ملاحظ حتى في غير الجمعة. تجد الشخص اللهم بارك يأتي مع الأذان أو قبل الأذان ويذهب أقصى اليمين أو أقصى اليسار، ويترك الروضة التي خلف الإمام، الروضة التي خلف الإمام يتركها، وهذا أفضل مكان بالنسبة للصف الأول. ولذلك يحرص الإنسان ويسابق،
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، هذا فضل وأجر، والملائكة تصلي عليك. يقول معلوم في الحديث العظيم: أجر الذهاب إلى المسجد ماشيا يوم الجمعة عن كل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها، هل يقتصر في المشي الذهاب إلى المسجد حتى ولو ركب إيابا حاز الأجر؟ الحديث جاء النص لمن مشى إلى المسجد، مشى إلى المسجد، وهذا فيما يظهر والله أعلم أنه في الذهاب، في الذهاب له أجر صيام سنة وقيام، ولو عاد راكبا لا حرج في ذلك فيما يظهر. وإن كان بعض أهل العلم يرى بأن العودة من المسجد كالذهاب من حيث الأجر، العودة من المسجد كالذهاب من حيث الأجر، فعلى هذا القول يلزمه المشي حتى ينال الأجر. طيب، زوجتي تطلب الطلاق وهي ناشز منذ سنوات وترفض مشاهدتي لأبنائي، هل رفض الزوج لتلبية طلبها في الطلاق فيه ظلم عظيم؟ إلى آخر ما ذكر أخي الفاضل. يعني ما دام أن المرأة نشزت وترفعت وعصت وتمردت على البيت وهي تريد الطلاق، فما ليس هناك سبيل إلا أن تطلق، ما دام أن تقول من سنوات أنت، لكن هناك خطوات، هل اتبعت هذه الخطوات التي ذكرها الله عز وجل في سورة النساء: واللاتي تخافون نشوزهن الآيات، هل أدخلت حكما من أهلك وحكما من أهلها مثلا؟ هذه الخطوات مهمة جدا، فإذا يعني أبت وتمنعت فليس لك سبيل إلا أن تطلقها أو أن تطلب منها الخلع بحيث تسترد المهر الذي دفعته لها. أما قضية الأولاد فلا يجوز لها ولا يحق لها أن تمنعك من رؤية الأولاد، فالأولاد كما هم أولادها أولادك أنت أيضا، ولا يجوز لأحد الطرفين أن ينفرد بالأولاد. طيب، حمدون إبراهيم جزاك الله خير، يتابعنا بارك الله فيه، يقول دائما في البث المباشر. طيب، ابني عمره الآن 20 سنة، ينام قبل صلاة الظهر ولا يصلي الظهر إلا ما صلاة العصر، ويتعذر بأنه متعب من العمل لأنه يخرج من بعد صلاة الفجر، وأنا تعبت معه ودائما في جدال. بالنسبة للواقعة هذه وللأسف منتشرة كثيرا، يعني خاصة في جنس الشباب، وأنا أذكرهم بالله وأخوفهم بالله وأبين لهم بأن الصلاة جعل الله لها أوقاتا، يقول تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني فرضا، وموقوتا يعني له وقت ابتداء وانتهاء. ولذلك أبو بكر يقول، أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وإن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل. فلذلك يجب على الإنسان أن يؤدي الصلاة في وقتها، ومن فضل الله ومن لطفه أن جعل للصلاة أوقات، فإذا كان الشخص لا يستطيع أن يحضر صلاة الجماعة فلا أقل أن يصلي في الوقت، هذا أقل ما يمكن أن يفعله، أن يصلي في الوقت، ولا يجوز له أن يجمع الصلاتين بغير عذر شرعي، وإنما هكذا يفرط تفريط خاصة في النوم ويكون له عادة، هذا أمر محرم وخطر عليه، خطر. إن أقواما يتأخرون في الصلاة فيؤخرهم الله في النار والعياذ بالله. والسؤال لهؤلاء الشباب الآن: هل تضمن أنك تقوم من نومتك هذه؟ ما تدري، لعلها النوم الأخير. كان بعض السلف يتقلب على فراشه يقول: أخاف البيات، ما يدري، يقول لعلها آخر نوم أنامه. فكيف تلقى الله، كيف تلقى الله وأنت نمت عن صلاة الفريضة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يبعث المرء على ما مات عليه، قل إنما الأعمال بالخواتيم. لكن بعض الشباب هدانا الله وإياهم ليس عنده مشكلة في السهر، يسهر ما عنده مشكلة، لكن الصلاة يفوت الصلاة، يعني حقوق النفس وحظوظ النفس يوفرها وزيادة، لكن حق الله عز وجل يتكاسل فيه ويتهاون فيه.
الإنسان يجب عليه أن يعطي كل ذي حق حق. يقول السائل: هل يجوز أن أبحث لفيلا لشخص غير مسلم يريد أن يسكنها مثلا؟ الأصل الجواز، إلا إذا غلب عليك بأنه سيستعملها استعمال محرم. أنت ذكرت بصورة السؤال بأنه يريد فيها مواصفات معينة تدل على أنه يريد أن يستعملها استعمال شركي، فهذا لا يجوز، لا يجوز أن تعينه على ذلك. أما من حيث الأصل يجوز، يجوز أن تبحث لغير المسلم عن سكن. هل يدخل من صبر ولم يعلم الأجر المترتب في الحديث في المحتسب؟ لأن المرأة حينما سألت قالت: دفنت قبله ثلاثا، فذكر لها النبي عليه الصلاة والسلام الأجر بعد دفنها ثلاثة أبناء. هذا دليل لمن ذهب إلى أنه لا يشترط الاحتساب وإنما تكفي المصيبة، لأن المصيبة عظيمة، قالوا بأن المصيبة عظيمة ولذلك يكفي الأجر على قدر هذه المصيبة، لكن الأحاديث الأخرى تقيد هذا الإطلاق وهذا السكوت من النبي عليه الصلاة والسلام عن سؤالها هل صبرت أم لا، قالوا هذا يقيد ما كان مطلقا. في ناس يقولون وقت العزاء إذا مات شخص مريض طفل أو كبير يقولون مات وارتاح من المرض الذي فيه، هل هذا يقول يريد نصيحة؟ الواقع بأن الإنسان إذا مات ما بين يعني مستراح ومرتاح، ولذلك ما يجوز الإنسان أن يجزم على هذا، فقد يرتاح المؤمن من عناء الدنيا ونصبها وتعبها إذا لقي الله عز وجل على خير، وقد يشقى والعياذ بالله إذا لقي الله على شر، ولذلك ما ينبغي استعمال مثل هذه الأشياء، وإنما الإنسان يعزي التعزية الشرعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نصيحة للآباء والأمهات في الصبر على أولادهم خصوصا الشباب، وأن يقبلوا ما يأتي منهم من البر ويعينونهم على البر ولا يتشددون رحمة بهم. سبق أن ذكرنا هذا في مجالس سابقة خاصة في بدايات الدورة هذه أو بدايات الدروس، وقلنا بأن أيضا كما أن الأولاد مطالبون بالبر كذلك الآباء مطالبون بأن يعينوا أولادهم على برهم، يعينوا أولادهم على برهم، أعينوا أولادكم على برهم واحرصوا على أن لا تستقصوا فلا يستقصي كريم، ولذلك اقبلوا منهم واعذروهم. فالأولاد في هذه الدنيا لا شك بأن الإنسان قد يشقى بهم، وأيضا يشقى بهم حتى بعد وفاتهم إنهم فقدوا، وذلك لما جبل الله عز وجل عليه الآباء والأمهات من المحبة والشفقة على أولادهم. عموما أنا نصيحتي للآباء والأمهات أن يترفقوا بأولادهم وأن يتركوا لهم الفرصة والمجال والأجواء أيضا التي تعين على البر. ما ذكرتم في إكرام الجار غير المسلم من أحاديث وآثار، هل هذا لغير المسلم في زمان تكون العزة فيه للمسلمين والحال اليوم ضعف؟ أخي الفاضل، هذا عام وليس خاص، هذا عام وليس خاص، ولذلك لو أردنا أن نجيب بمثل هذه القاعدة لعكسنا الأمر وقلنا في حال العزة لا يكرمون وفي حال الضعف ضعف المسلمين يكرمون، والواقع أنه في حال عزة المسلمين كانوا يكرمون، كانوا يكرمون، فتنبه لهذا. شخص مشى إلى الصف والإمام في الركوع فكبر تكبيرة الإحرام وقد وضع قدما واحدة على الصف وبعد التكبير وضع الأخرى لأنه كان يمشي مسرعا، ما الحكم؟ ما علاقة القدمين في هذا؟ يعني الآن تقول وضع قدم في الصف فكبر ثم وضع القدم الأخرى، فإذا كنت تريد أن تقول بأنك ما استقررت واقفا فكبرت وجزء من رجلك خارج الصف لا يضر، لا يضر، فتكبيرتك صحيحة ما دمت أنك كبرت واقفا، التكبير وقع صحيحا إذا كنت فهمت السؤال
كما ذكرت الآن. يقول: صليت العشاء إماما فقرأت الركعة الثانية الفاتحة سرا سهوا، فنبهت فأعدتها جهرا ولم أركع للسهو، أو لم أسجد طبعا يقصد للسهو، يقال أركع، هل صلاتي صحيحة؟ الجواب نعم، صلاتك صحيحة ولو تعمدت قراءتها سرا. لماذا؟ لأن الجهر في الصلاة الجهرية سنة وليس بفريضة، سنة وليس بفريضة، ولذلك ما كان هناك داع إلى أن تسجد للسهو. ما هي صفة سجود التلاوة إذا كنت أقرأ القرآن خارج الصلاة جالسا على الأرض؟ هل أقوم وأكبر؟ من يجيبه؟ يمكن السؤال كان قبل الدرس، من يجاوبه؟ يسمع الدرس. ها؟ يسمع أبو إبراهيم. الأفضل، أحسنت، قول الجمهور. ها؟ أي الأفضل. والراجح عندك؟ الراجح يسجد كما هو. كما هو، يعني وأنت على الأرض تسجد. بارك الله فيك، هذا ذكرناه في الدرس، يمكن الأخ السائل سأل قبل الدرس. هل السقط يكون مثل الطفل الصغير؟ وإن كان كذلك ما الفرق بينه وبين السقط؟ هذا سيأتي في المجلس القادم إن شاء الله حديث السقط. السقط هو من بلغ 4 أشهر فأكثر، هذا هو السقط، يعني سواء كان جنينا أو يسمى السقط، الجنين الذي يسقط عمره 4 أشهر فأكثر، أما دون 4 أشهر فلا يأخذ أحكام الميت. يقول: من يوجد في عمله مسجد ومصلى ويمنعه عمله من إدراك الصلاة في مسجد العمل ويصلي جماعة في المصلى، فهل عليه شيء؟ لا شيء عليه، يصلي جماعة في مصلى العمل. أيضا سجدة التلاوة في أوقات النهي هل تلحق؟ ذكرناها، قلنا بأن هذه من ذوات الأسباب، أصلا هي ليست بصلاة، سجدة هذه ليست بصلاة، ولذلك يسجدها حتى ولو في أوقات النهي. سؤال يقول: إذا حضرت المسجد وكان الإمام في التشهد الأخير، فهل أصلي مع الإمام وأعتبر يعتبر له صلاة جماعة؟ الجواب نعم، بالنسبة لك إذا دخلت المسجد والإمام في التشهد الأخير تدخل معه على هذه الحال، لكن هل تكون أدركت الجماعة؟ على قولين، من أهل العلم من ذهب إلى أنه أدرك الجماعة وهو مذهب الحنابلة ووافقهم جمع من أهل العلم، والقول الثاني قالوا لا تكون جماعة إلا إذا أدرك ركعة، والركعة لا تدرك إلا بركوع، لكن إن غلب على ظنك أو تيقنت وجود أناس سيأتون فلا تدخل مع الإمام، وإنما تنتظر الإمام حتى يسلم، فإذا سلم صليت جماعة أخرى، وهذا هو القول الراجح في مسألة تكرار الجماعة في المسجد الواحد. يقول: ضاربت بمال أخي اليتيم مع تاجر لتنمية المال والإنفاق عليه، لكن التاجر سرق المال، ما الواجب فعله؟ طبعا بالنسبة فيما يخصك، إذا كنت قد اجتهدت وسألت عن هذا التاجر وتحريت ووصلت إلى قناعة أو غلب الظن إلى أنه رجل صالح وحاذق ومتمكن من العمل، فلا شيء عليك لأنك لم تفرط. وأما إذا وضعت مال اليتيم هكذا من دون سؤال ولا اجتهاد فالضمان عليك، الضمان عليك، تضمن المال، لكن إن شاء الله يعني تأخذ الحق من هذا السارق. نصيحة لزوجة تطلب الطلاق من زوجها لأسباب تافهة وتؤذي زوجها بلسانها. لا خير في امرأة تؤذي زوجها بلسانها، ولا خير في امرأة تطلب الطلاق من دون ما بأس، أما إذا كان في سبب فلها ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، صلى الله العافية والسلام. وجاء في الحديث الذي لا بأس بإسناده: المختلعات هن المنافقات. فالمرأة التي تطلب فراق زوجها لا لسبب وإنما لهوى وشهوة ولتقليد للأخريات، هذه لا خير فيها، ويخشى عليها من العقوبة المعجلة،
يخشى عليها من العقوبة المعجلة. فعلى المرأة أن تتقي الله وأن تخاف الله، وأن من أعظم نعم الله عز وجل على المرأة أن ترزق بزوج صالح، أن ترزق بزوج صالح يعينها وتعينه على طاعة الله. فأما الطلاق فلا تلجأ إليه إلا إذا كان هناك بأس، مشكلة، عدم صلاح الزوج، ضرر يصلها عظيم لا تستطيع رفع هذا الضرر. فليس كل ضرر وأذية يسوغ للمرأة أن تطلب الطلاق. هذه الحياة أصلا، الحياة هذه طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأخذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. قل تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاق. لقد خلقنا الإنسان في كبد. الحياة الزوجية هكذا، أدنى مشكلة تطلب الطلاق، هذا أمر غاية في الخطورة، ويخشى على المرأة أن يسلط الله عز وجل عليها عقوبة. يسأل الأمهات والجدات: كيف صبرنا على أزواجهن؟ صبر عظيم، صبر عظيم. لذلك للأسف ثقافة الآن موجودة عند بعض البنات الشابات، هي أبدا بمجرد أدنى مشكلة طلبت الطلاق أو الخلع. هذا محرم ولا يجوز، ولا يجوز. ولا تعتقد بأن الأمر يمر هكذا. هدم البيوت وكسرها وتدميرها وتشتيتها بهذه السهولة، هذه أذية عظيمة. ومن يقول جل وعلا إن الذين يؤذون، قل جل وعلا: الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قل النبي عليه الصلاة والسلام: من ضار ضاره الله. هذا ضرر والعياذ بالله. ها؟ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نسأل الله العافية والسلام. أختي عمرها 25 سنة مصابة بمتلازمة داون، هل هي مكلفة؟ الجواب لا. وإن كان متلازمة داون هذه تختلف ما بين المرضى هؤلاء من حيث الدرجة، لكن إذا كانت يعني تفرق، تعرف يمينها من شمالها وتعرف الليل من النهار والتمرة من الجمرة، هذه مكلفة. أما إذا كانت لا تفرق هذه الأشياء فهذه ليست مكلفة. يقول: كيف نجمع بين قوله تعالى: قد أفلح من زكاها، وقوله: فلا تزكوا أنفسكم؟ الآية الأولى: قد أفلح من زكاها، يعني زكى نفسه بعدم الوقوع في المعاصي، زكاها من الشرك والبدع والمعاصي والآثام، طهرها نقاها. وقد خاب من دساها، يعني أوقعها في الشرك والبدعة والمعصية. والثانية: فلا تزكوا أنفسكم، يعني على المعنى الآخر، وهو تزكية النفس بمعنى فيها في الإنسان عجب ويرى بأنه من أهل الجنة وأنه ناج. فلا تزكوا أنفسكم. بعض الناس يقول: أنا مؤمن هكذا بإطلاق وأنا من أهل الجنة. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. كيف يسجد الشخص وهو جالس، أعتقد يقصد في سريره، إن كاتب في سيرة سريره، على السرير، تسجد على السرير، لأن الرأس ينكبس ويستقر على فراش السرير، تسجد على سريرك إذا كان تقصد سجدة التلاوة. أقرأ وردي في السيارة وأسجد سجدة التلاوة عند قيادة السيارة بتحريك الرأس، هذا فعلي صحيح؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من يرى أن الإيماء يقوم مقام السجود لأنه بدل عند العجز، ومن أهل العلم من يرى بأنه لا يومئ، ولأن سجدة التلاوة مستحبة ولا ينتقل إلى البدل إن هو عجز عن الأصل. هل يجوز أن أتمنى كما تمنى عبد الله بن المبارك أن يموت لي أحد الولد؟ الجواب لا. أحيانا يا أخواني، بعض الأحيان نذكر قصص تلطيف الجو، نذكر قصص لي فقط الاعتبار، لا يعني بأنها دليل، ما تعني بأنها دليل. القصة هذه أنا ما وقفت على إسنادها، ذكرتها هكذا
يعني جاءت في بالي، فلا نجعلها دليل ولا نجعلها محل النزاع، مثل ما كتب أحد الأخوة يقول طيب النبي عليه الصلاة والسلام ما تمنى موت أولاده مثلا، القول قول النبي عليه الصلاة والسلام. فأحيانا نحن نذكر بعض العبارات لتلطيف الجو لشيء من هذا القبيل. ما حكم قول آمين لمن يستمع للدرس مباشر والشيخ بدأ بالدعاء؟ نعم، هذا الدرس المباشر يؤمن من هو خلف الكاميرا أو في بلاد أخرى، لأن الدعاء هنا مباشر وليس مسجل، فتقول آمين. ما هو الراجح من الأقوال الثلاثة في مسألة ورود سجود التلاوة في آخر السورة؟ ليس عندي ترجيح. قول هل قول من مات له ثلاثة من الولد يقصد بهم من هم دون التمييز أم يشمل من هم بعد البلوغ؟ ذكرنا هذا في الدرس، قلنا الراجح إلحاق الباقي غيره. لا يدخل النار من مات له ثلاثة أبناء، هل يشمل ذلك المرأة التي أجهضت ثلاث مرات؟ هذا سيأتي في المجلس القادم بإذن الله، لكن الجواب لا، هذا يختلف، وهذا له فضل آخر للمرأة التي أجهضت غير متعمدة، غير متعمدة، سقط جنينها وهو سقط أربعة أشهر فأكثر، لها فضل، هذا الطفل يسوق أمه بسرره إلى الجنة، لكن لا يدخل في ضمن الأحاديث التي مات لها ثلاثة من الولد. هل المرأة الحائض تسجد سجدة التلاوة؟ هذه نرجع المسألة إلى أصل قراءة المرأة الحائض القرآن، هل لها أن تقرأ القرآن؟ أولا اتفق العلماء على منع المرأة الحائض من مس المصحف، واختلفوا هل تقرأ القرآن من دون مس قولان، جماهير أهل العلم ذهبوا إلى المنع، وذهب المالكية واختيار جمع من مشايخنا الشيخ عبد العزيز بن باز وغيرهم رجحوا هذا القول على أن لها أن تقرأ القرآن وهي حائض. فإذا جوزنا لها قراءة القرآن وهي حائض، ما حكم سجدة التلاوة بالنسبة لها؟ طيب مستحب. ما الذي يلزم على من قتل ابنه خطأ؟ يلزمه شيئان، الأول الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين، والثاني الدية، ولا يرث منها، وإنما ترث أم الولد، ترث أم الولد، وإذا كان له أولاد يرثون أولاده وزوجة المقتول. لدي اقتراح، لماذا لا نجعل بعد الأذان أسئلة فيما تعلمناه من الدرس المأخوذ؟ هذا كان سابقا، ثم اقترحوا علينا نجمع الأسئلة في نهاية الدروس. نرجع للأول، ها؟ إيش رأيكم بالمقترح هذا؟ الأسئلة ها؟ يقول لدي اقتراح، لماذا لا نجعل بعد الأذان تكون أسئلة فيما تعلمناه؟ ها طيب، هذه فكرة جيدة، مقترح يؤخذ بالاعتبار إن شاء الله. رجل مدمن للخمر لكنه كافل ليتيم، هل يكون له نفس منزلة الرسول في الجنة؟ بالنسبة لمدمن الخمر لا شك بأن مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة، ولذلك هو محروم من دخول الجنة ابتداء بسبب هذا الذنب العظيم. والذي يظهر والله أعلم أن مثل هذه العبادات لا تشفع له في أن يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام أولا في دخول الجنة، هذا إذا كان طبعا من أهل التوحيد الخلص. تعليم العالم للنساء هل يكون من وراء حاجز أو شيء يغطي؟ الجواب نعم، بالنسبة للعالم وطالب العلم لا يختلط بالنساء، وإنما يعلمهن من وراء حجاب، أو يعلمهن وهن يعني منعزلات في مكان مثلا، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب الأسئلة حقيقة كثيرة،
هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع؟ هذا جاء في حديث أخذ منه العلماء ذلك، وهو قول الإمام أحمد، منصوص الإمام أحمد، وهو المذهب على أنه جاء في حديث فهم منه هذا على أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع يده على صدره بعد الرفع من الركوع. هذا أخ يتابعنا ما شاء الله من لبنان، يقول يتابع الدرس. حياك الله يا أخي الفاضل، بارك الله فيك. هل يدخل في أجر الحديث من مات له بنت بعد ولادتها مباشرة؟ الجواب نعم، نعم، إذا ماتت مباشرة. ما نصيحتكم في من يفتر عن طلب العلم؟ نصيحتي لمن يفتر عن طلب العلم أن لا يكفر هذه النعمة، لأن طلب العلم نعمة، والفتور والكسل والتراخي في هذا المسألة كفر لهذه النعمة، فليس هناك أعظم من طلب العلم، ما في أعظم من طلب العلم. فإذا فترت وتكاسلت فأنت ساع في كفران هذه النعمة، فالله تعالى فتح لك بابا عظيما، مثل ما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، باب عظيم فتحه الله عليك، كيف تغلقه بنفسك؟ ولذلك انظر في السبب، ما هو السبب؟ الآن الذين يفترون عن طلب العلم، السبب ليس واحد إنما أسباب، فكل من فتر عن طلب العلم ينظر في السبب حتى يتجنب هذا السبب ليعود إلى طلب العلم. فمن الناس من يشغله اللهو يترك اللهو، من الناس من ليس عنده تنظيم للوقت ينظم وقته، من الناس من يرى بأنه إذا كان مع إخوانه تشجع يرجع إلى أصدقائه وإخوانه من طلاب العلم، والأسباب كثيرة. هل في مال اليتيم زكاة؟ نعم، في مال اليتيم زكاة إذا توفرت فيها شروط وجوب الزكاة، بلوغ النصاب وحولان الحول. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.